ايه بقى يا سور ايه؟ اللي هيشوف الصوره دي ويجاوب يرفع صباعه وما يقولش على اسمه. حد من نجوم المجد يعني؟ ندوس على الفرخه. اه بس ما يقولش اسمه لحد ما انا اقول له مين اللي يجاوب. ندوس. اه ماشي يلا. اللي هيقول الاسم هديله انا الحاجه. ماشي يلا. يلا. اللي يعرف يقول. مين؟ احمد سمير؟ انا. انت؟ طب طلعوها تاني كده. ممكن الصوره تاني؟ طب ما فيش صوره غير دي توضيحيه شويه. دي واضحه الودان دي؟ مين؟ استنوا كده. ده غزي؟ ده مش عم غزي خالص. تعالوا نشوف. طب ليه؟ ده ايه ده؟ ايوه صح. ايوه فعلا اللي جاوب عبد الحميد. ازاي؟ استعبد عبد الحميد. عبد الحميد اللي جاوب. خد الكاتش يا عبد الحميد. غز ده غز صاحبي انت تعرفه. طب يلا نخش على الصوره الثانيه. يا رب. يلا بينا. عمو زنكا. اقول؟ ايوه ايوه. عمو زنكلوني. ياسر الزنكلوني صح؟ تعالوا شوف الاجابه. ياسر الزنكلوني اما كان في الابيض واسود. يلا مبروك عليكم العيله. نفس الشعر بتاع عادل مفيش كده. يلا نخش على الصورة التالتة. عليا. هي ملا هي ملا مريحة ليه كده؟ عليا. وبعدين هي قالت عليا وراحت دايسة. ايوه مش اشكال. مبروك عليك الليمون. ايه ده؟ كل أكيد دي عليا؟ اكيد عارفاها يعني. اه هي عليا. هي عليا. يا سلام دي عاملة ألبوم. الممثلة الوحيدة اللي عملت سيشن. ألبوم سيشن سيشن كله عامل صورة وصورة. دي عاملة ألبوم. ده مين ده؟ ده مين ده؟ وأنا عملت ألبوم لما جم يعرضوا الصور بتاعتي. يلا الصورة اللي إيه ده؟ مين ده؟ أنا. مين؟ أنا وأنا صغير. أنت؟ ده فعلا؟ عم سعيد. أنت فعلا؟ عم وحيد. عيب عليك شكلك متغير خالص. لا مش أنت. نفس الدقنة إيه. بص ركز. لا لا مش أنت. مين؟ لا لا مش أنت. لا مين؟ عم أحمد فتحي. استنوا يا جماعه ثانيه واحده. محتاجه مين ده؟ بابا. بابا صح بابا. اه ده سعداوي ده. بابا بابا بابا. صدقني ممكن محمد. ايوه صح. مبروك منين؟ انا عارفه الصوره اللي عندنا في البيت. ثانيه واحده بس رجعوا الصوره الثانيه. مبروك التفاح. رجعوا لي الصوره الثانيه بس. رجعوا لي الصوره. بابا وانا عارفاه. ازاي الصورة دي عندنا في منين؟ منين ده؟ الصورة دي عندنا في البيت. ايه اللي حصل بقى لابوك؟ الصورة دي مش غريبة عليا. ايه اللي حصل؟ ما هو بعد الزلزال حصل حاجات كتير. اللي يعرف يدوس كده. يلا يلا يعني ما عرفتش ولا واحد لحد دلوقتي. ايوه عم طالبة. طالبة. عم طالبة. طالبة. عمو طالبة بالخير. هو بغباوته. كنت متدلع يعني. هو بغباوته. دلع. بص ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ هنا لما كان في الورثة. هنا وهو في الورثة بتاعت الميكانيكا. بص بص بقى. وهنا أمير قرارة بقى. شفت شفتني كنت أمور ازاي وأنا صغنن؟ أمور أوي. يلا برافو عليكي. خدي يا بندق بندق. أنت كان عندك نفس خدودي. قد إيه خدودي؟ كان عندك نفس خدودي. على الأقل أحلى من أبوك. يلا نشوف. يلا يلا بسم الله. في ايه؟ طلبة تاني. لا مش انا. ما هو برضه بنت. ريح خالص. دي بنت. صورة مين البنت؟ مين البنت؟ اه ده انا ده. دي بنت. اه ثانية واحدة. ايوه مريم. مريم انت بتقول لي اسم اي بنت عارفها صح؟ ملك مثلا. ملك. لا مريم. لا. ملك. العينين دي مش غريبة عليا. صفية. لا مش صفية. ده طلع واحد. ده قلت له ده طلع ولد اصلا. احمد سمير. لا يا عم. لا لا يا عم. ده سعداوي. لا 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 لا. طب ده سعداوي. ده سعداوي. مش شبه عبد الحميد. سعداوي مش حلو كده. شبه عبد الحميد الراجل ده. عمو سيد رياض. لا 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 لا. سعداوي ده انت كنت امور يا سعداوي. ايوه امور. ازاي بوست كده يا ابني؟ ايه اللي حصل ده؟ في ايه؟ هو كان عامل حد ايه وقعت في جير حي. لا انبوبه انفجرت في. مبروك مبروك. ايه اللي حصل؟ خد سعداوي ده شكله مختلف خالص. اه هو على شكله مختلف. هو سعداوي كل خمس سنين بيتغير مخرج بقى انت عارف. اه ما حدش يتوقعه. اه يلا يلا خش على الصوره اللي بعده. عرفته محمد عادل.
طالما ايه عادل ودان دي طالما محمد عادل بالجايزه بالجايزه اللي لسه واخدها عادل مبروك انت تاخد المستار ايوه يا عادل مظبطينك خد ايوه يا عم خد المستار ده شكرا عادل بالمستار عادل بالمستار شفت التصور تاني يلا اخر صوره نفس ايه ده في ايه طلبه تاني ايه ده مش اخر صوره لسه ما هي الخدود دي ما ينفعش غير طلبه والبصه دي غريبه ونفس الشنب وهو ليه متضايق وهو بيتصور ده كان في صور تانية كان طفل ما يعرفش ثانيه ايه ده ده انا هنعرفه ده انا مين ده انا لا لا انا اقول عايز اسك شويه لو سمحت نفس الدقن لا هو حد عنده حسنه في وشه ده شبه عم تامر اه صدق شبه عم تامر والله لا صعب ان يبقى فيه ده صعب ايه ده لا 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 بتهزروا طبعا لا على فكره ده بعت صوره واحد تاني مش هو لا 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 ده نصر ده نصر ازاي ازاي طب بصوا يا جماعه ده عمر رجين يعني ولا ايه ده الفنان محمد نصر ونجم كبير وعشان كده مبروك عليكم ايه ده ايه ده ايه ده فعلا مين ده مش نصر مش عارف ده محمد إيه نصر عارف كنت قلت ايه كنت قلت انا ما اقدرش اقول لا لا اهو اهو مين ده بقى انا حامد طبعا والله عارفه حامد الشراب اه هو حامد الشراب حامد طبعا حامد باين من نظرتك ايوه صح أيوة. مبروك عليك فزت بالحله ايه ده والله ما اتغيرش حط الحاجه عشان حميد ما تفضحش ما هو اتفضح اهو جابوسه ايوه ده محمد شكله هو صغير شباب اوزو 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 باين على عينه وعلى غباوته غباوته باين شعره شعره ما اختلفش ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مش باين ليه مش باين ايه هو اوزو اعرفه على طول انا قفش اوزو صح ما هو اوزو لكن يا صوره يونس وصوره سعداوي وصوره نصر اللي صعبه جدا جداً. اه صعبه وما عرفتش احلها لان لو المهم نخش دلوقتي على الصوره الاخيره ده لا عمو ما سعيد صور خلاص كده ده عمو سعيد اهو مفيش صور ده عمو سعيد اهو عمو سعيد محمود فتحي طيب احنا دلوقتي اقول لكم على حاجه يعني ايه اصعب صوره مين اللي شكله اتغير هو عن زمان يعني عمو نصر ابوك اول واحد وبابا وانت لا انا ما اتغيرت زي لا بندق ما اتغيرش لا لا بندق بندق هو سوية. ما بيتغيرش هو انا نفس الشكل على فكره هو بندق اللي طلع بيكبر بس بيكبر يعني ما بيكبرش كتير يعني يعني هو اتولد بالونه فحد عمال ينفخ 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 نفس الشكل شكله ما اتغيرش وعمو سعداوي عم سعداوي لا عمو سعداوي كده كده ما بيتغيرش لان هو من هنا مش ثابت عادل زي ما هو ما اتغيرش خالص زي ما وعمو حامد زي ما هو وعمو اوزو برضه غز اتفاجئت بيه لا ما عرفتوش نعم احفر ده بقول لك سعداوي من هنا سالك ده استاذ سعداوي والله مين تاني؟ عاليا شكلها ما اتغيرش؟ وعاليا رفعت بس عاليا ايه اللي عندها ثلاث سنين؟ انت يا ابني انت بس بقول لكم بالونه وكل سنتين حد بينفخ عاليا هتتغير امتى اساسا؟ انا مش فاهم براحتها عادي هي عاليا اصلا لسه يعني صور حديثه ولاد يونس دول ما حدش يتوقعهم واختلفنا برضه ما عرفناهاش بجد صورة عمو محمد يونس